بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحدثكم اليوم عن جمعية مميزة، جمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه. هذه الجمعية المميزة ما شاء الله من المملكة المغربية، تعلم القرآن الكريم بالقراءات العشر، وتشترط شروطاً صارمة في قبول طلابها، بدءا من حفظهم للقرآن وإلمامهم باللغة العربية، ويعلمون بالطرق القديمة التي انقرضت الآن في عصرنا الحالي. يعلمون على اللوح، يكتبون يعني القرآن وبالخط العثماني، ويشرف على الجمعية ما شاء الله نخبة من العلماء الكبار أمثال الشيخ السحابي الذي ما شاء الله انتشرت يعني القراءات النافعية، وجاءنا إلى الكويت فضل الله عز وجل، ونشر هذا العلم الذي يعني قلما يدرس فضل الله عز وجل. وهذا إن دل على شيء فيدل على تميز هذه الجمعية. أيضا يا أحباب، يعني ما شاء الله يطبعون المصاحف القرآنية ويهتمون بهذا الجانب، والآن هم بصدد عمل منصة لشرح القراءات السبع وعلى الطريقة المغربية وما يميزهم فيها، ويشرحونه للعالم أجمع حتى يعني نتعلم منهم بإذن الله عز وجل. هذا مع ما لديهم ما شاء الله نخبة من العلماء الأفاضل والمقرئين الأفاضل، وأيضا يسجلون لهم ختمات قرآنية. الآن فضل الله يعني أصدروا ختمة قرآنية بالقراءات السبع من أجمل الختمات وأروعها، وما شاء الله عليهم، وأسأل الله عز وجل لهم القبول والسداد، وأسأل الله أن يوفقهم لكل خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوكم أحمد عامر الحلبية، المشرف الإداري والفني بجمعية الماهر بالقرآن وعلومه.